السلام عليكم ومرحبا بكم، أهلا وسهلا بكم في قناة وصفات لكم. وصفة اليوم هي وصفة لتبييض البشرة وشد البشرة كذلك. نعلم أن النشا وماء الورد يشتهران بشكل خاص بفوائدهما الجمالية الكثيرة للوجه وكذلك العناية بالبشرة، فهما من الخلطات الطبيعية الأبرز التي تلجأ إليها النساء لتتخلص من مشاكل كثيرة تتعرض لها بشرتها، خصوصا أن هذه الخلطة بالذات تعد من الخلطات السهلة التحضير، فيمكن تطبيقها في المنزل بطريقة بسيطة وغير مكلفة، تغني عن تكاليف مستحضرات التجميل وتعطي نتائج مضمونة وفعالة بوقت قصير جدا. أتمنى منكم أحبائي إذا كنتم أول مرة تزورون قناتي على اليوتيوب لا تنسوا الاشتراك، وذلك بالضغط على الزر الأحمر الموجود أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس لكي يصلكم جديد فيديوهاتنا فور نزولها، ولكم مني أحبائي دائما جزيل الشكر. بالنسبة لطريقة التحضير، أولا نمزج النشا مع ماء الورد ونخلط المكونات جيدا مع بعضها حتى تتجانس، ثم نضع هذه المكونات على نار هادئة لتسخينها بعض الشيء، يعني حتى تصبح أكثر سماكة وتصير على شكل كريمة، ثم بعد ذلك نزيل الخليط ونتركه حتى يبرد، ثم بعد ذلك نطبق هذا الخليط على بشرة نظيفة، نطبقه على البشرة ونتركه لحوالي 20 دقيقة، بعد ذلك نقوم بغسل البشرة بالماء الفاتر، وبهذا ستحصلون على بشرة بيضاء صافية جميلة خلال أسبوع وأقل، خصوصا إذا قمتم بتكرار هذه الوصفة أكثر من مرة في الأسبوع. مع العلم بأن ماسك النشا وماء الورد هذا ليس مفيدا فقط لتبييض البشرة، بل يساعد أيضا في إزالة البقع الداكنة وشد البشرة، كذلك التخلص من الحبوب والرؤوس السوداء وغيرها من الفوائد، نظرا لما يحتويه النشا وماء الورد من فيتامينات كثيرة تنعكس إيجابيا على الوجه والبشرة. إذن كانت هذه هي وصفتنا لليوم، سهلة وبسيطة جدا، أتمنى أن تجربوها، وإذا أعجبكم هذا الفيديو لا تنسوا وضع لايك وكذلك مشاركته مع الأصدقاء لتعم الفائدة، ولكم مني دائما جزيل الشكر. نلتقي إن شاء الله في فيديو جديد مع وصفة جديدة، ودمتم في أمان الله.